حتى طعام الشوق أو طعم الحنين. إن الفؤاد إذا أحب فإنه يمسي ويصبح هائما في كل حين، يمسي ويصبح هائما في كل حين. أقضي الليالي أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. في حديثة عجيبة ركب ستيفن كوفي صاحب كتاب العادات السبعة للأشخاص الناجحين، ركب مرة مترو فوجد بعض الأطفال بيلعبوا وبيهيصوا جامد وعاملين ضوضاء بمؤثرة على كل الناس اللي قاعدين، وكل الناس ممتعضين ومش قادرين يتكلموا مع والدهم اللي كان قاعد ساكت ومش قادر يأدبهم أو يتحرك أو يعمل أي حاجة. وفجأة قرر أنه يخرج عن غضبه وراح لينهر هذا الوالد الصامت الساكت، فقال له: إلى متى تترك أولادك من غير رعاية أو تسكتهم؟ فقال له: إنني آتني الآن من جنازة أمهم ولا أدري ماذا أفعل. قال: فعذرته. كل واحد فينا بيبقى له محتاج حد قريب منه يفضفض له، يبوح له، يبثه نجواه، يرسل إليه شكايته. يضطر المرء ساعات للكتمان، يكتم عواطفه ويشفق على الأشياء الجميلة في حياتها إن احنا نكتبها. هكتب المشاعر المتدفقة ولا الدموع الهادرة ولا قطرات الدم قاسمة الروح اللي طلع على الآخرين؟ طب أنا هكتب إيه ولا إيه ولا إيه؟ طيب اللي بيكتب عن الآخرين بيبقى مستريح. طب إذا كان الآخرين هم النفس والروح الساكنة في أجسادنا، في هذه الحالة يكون البوح إلا لله، للحبيب الأعلى بل الرفيق الأعلى، البوح الذي لا يعقبه ندم، البوح إلى الله عز وجل. سجدة واحدة تغير لك كل شيء، ولكن أبثثها بصدق كما قالوا في سجدة الليل: ما يغني عن الذهب قليل من الدمع يكفي عن التعب. كان أبو سليمان الدوراني يقول: والله إن أهل الليل الذين يخلون بالله عز وجل يبثونه نجواهم، يشتكون إليه، يتضرعون له ويتوددون له ويتزلفون إليه، يبثونه مشاكلهم وما يؤرقهم. يقول: والله إن أهل الليل في ليلهم ألذ من أهل اللهو في لهوهم، ولولا الليل ما أحببت البقاء في الدنيا. ما أحببت البقاء في الدنيا لولا أن أنا الليل بيجن علي وبشكو لربنا سبحانه وتعالى وببحله عن كل ما يجول في خاطري. يا رب أنت يرضيك اللي فلان بيعمله؟ يرضيك اللي فلانة بتقوله؟ يا رب يرضيك ده؟ هو أنت مفكر أن أنت لك حد غير ربنا؟ أنت مفكر أن إحنا حد أن إحنا لنا حد غير ربنا؟ لا والله، فقط علق قلبك به ثم انظر ما هو فاعل بك. الحافظ العجلي بيروي ان احد التابعين اسمه ربعي ابن خراش. ربعي ابن خراش ده كان تابعي ثقة، كان حافظا صادقا، لم يؤثر عنه كذب قط، عمره ما كذب ولا كذب. وكان له ابنان عاصيان كان الحجاج يطلبهما، فقيل له: ان اباهما لا يكذب ابدا. فأرسل الحجاج في طلبه، وهو في طريق إليه كان ينظر بنظره إلى السماء يدعو الله عز وجل، ينظر بنظره ولا يتكلم، يدعو الله عز وجل، يسأله أن ينجيه وأن يفلته من قبضة الحجاج. فأنت تعلم من هو الحجاج. فلما أوقف بين يدي الحجاج وهذا الرجل لا يكذب، سأله الحجاج: أين أولادك؟ فقال له: هما في البيت. فأطرق الحجاج ثم قال له: يا هذا، قد عفونا عن أولادك بصدقك لك، عفونا عنهم لأن أنت إنسان صادق، وما كان ربك نسيا. الأصمعي شاعر كبير من الأقحاح، أقحاح العرب، يقول: نزلت بقبيلة قد أضمرت، جفت أرضها وقتلت مواشيها وأجدبت وأقحلت
ومنعت السماء قطرها وكانت السحابة ترتفع فوقهم فتهيم غيما فيكبرون ويتشرفون لها حتى إذا كادت أن تمرض أم تمطر حافت عنهم حتى أسقط في أيديهم وأهلك الحرث والنسل حتى اجتمعوا كلهم وقامت عجوز امرأة صالحة وقفت على صخرة تنادي بأعلى صوتها وتصرخ إلى السماء تقول يا ذا العرش المجيد اصنع بنا ما شئت فإن أرزاقنا لم تكن على أحد غيرك ولن تكون على أحد غيرك فاصنع بنا ما أنت أهله قل والله ما استتبت وما أتمت كلامها حتى امتلأت السحاب بالغيوم وأمطرت حواضرهم كلها وأنا حاضر وما كان ربك ناسيا ما كانش ربك سبحانه وتعالى لا ينسى أحدا الله عز وجل لا ينساك فقط أصلح ما بينك وبين الله وانظر ما الله عز وجل صانع بك ومش لازم تكون صاحب اسم أو مسلطة عليك الأضواء أو لا 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 ياما في الخبايا ياما في الزوايا خبايا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رب أشعث أغبر زيت مريم لو أقسم على الله لأبرأ منهم البراء بن مالك لما تأخر فتح اليمامة والحصار طال على المسلمين حصار طال شديد راحوا للبراء بن مالك الصحابة وقالوا له يا براء أقسم على ربك فرفع البراء يده وقال اللهم إني أقسم عليك إلا منحتنا اليوم أكتافهم وإني أقسم عليك إلا أمتني اليوم شهيدا يا لله عبد يقسم على الله الجيش كله مستني وفعلا البراء مات براء بن مالك مات بيقسم على الله وربنا سبحانه وتعالى بيبر قسمه عارف أن يقسم على الله أقسم عليك يا رب تعمل لي كذا يعمل له كذا وما كان ربك نسية بعض العباد الصالحين إذا أرادوا شيئا الله عز وجل لا يخالف هواهم لما عذبت زنيرة كانت جارية من المسلمات عذبت على الإسلام فكف بصرها وعمي فتضاحك المشركون وقال لقد ذهب اللات والعزة ببصرها فقالت لا والله ثم رفعت رأسها إلى السماء وقالت اللهم لا تشمتهم بي فرد الله عز وجل عليها فرد عليها بصرها ليه انت بتكتم عواطفك وليه بتكتم مشاعرك دقيقة واحدة من المناجاة هتديك قوة وطاقة هائلة جدا ان انت بتفوض امرك الى الله بتتوكل على الله بص لله عز وجل مشاعرك ما تكتمش عواطفك الحزن والصمت لما يجتمعوا مع الالم ده اول درجات الاكتئاب اول بريد الانتحار بص الله عز وجل نجواك فان اغلى شيء عند الله سبحانه وتعالى الدموع دخلت امرأة على زوجة الإمام الأوزاعي ذات يوم فرأت بللا في موضع سجوده فقالت لها ثكلتك أمك أرأيتك قد غفلت عن بعض الصبيان حتى بال في مسجد الشيخ فقالت لها ويحك إنما هذا هو الأوزاعي يبيت كل ليلة يبكي حتى يصبح تخيل أن أنت كده بتتكلم مع ربنا وكل ما تقول له يا رب أنا عايز حاجة يقول لك لبيك عبدي يعني يا رب أنا عايز عربية ربنا يقول لك لبيك يا عبدي خد عربية عايز وظيفة لبيك يا عبدي خد وظيفة عايز عروسة لبيك يا عبدي خد عروسة كل اللي انت بتقوله بيجاب لك تخيل انت هتنقطع عن السؤال لا طبعا الأنبياء لما علموا هذا لم يكفوا عن السؤال كان شعرهم كلهم البوح واللجوء إلى الله وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وذنوني إذ ذهب مواضما فظن أن نقدر عليه فنادى في الظلمات ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون حوائجك لما تنزلها على باب الله عز وجل أنت تزيدها فإنها تنقضي فإنه لا يثقل مع اسم الله شيء كان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى عليه إذا حزبه أمر هم وفزع إلى الصلاة طب ليه الصلاة؟ لأن الصلاة صلة بالله بوح صلة قال الله عز وجل وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة أكثر الناس إيمانا أكثر الناس انقضاء لحوائجهم أكثر الناس فوزا أكثرهم صلاة في سنة يا جماعة سنة مهجورة هي سنة النظر إلى السماء آخر مرة حضرتك بصيت للسماء إمتى آخر مرة أنت بصيت للسماء إمتى في سنة اسمها سنة النظر إلى السماء قد نرى تقلب وجهك
في السماء. لما كان المقداد بن الأسود يقف بجوار النبي صلى الله عليه وسلم ورفع النبي صلى الله عليه وسلم رأسه وظل ينظر إلى السماء فقالت الآن يدعو، الآن يدعو. النبي عليه الصلاة والسلام لما راح المدينة كان يشتهي من قرارة نفسه، كان بيشتهي إن ربنا سبحانه وتعالى يحول له قبلته من بيت المقدس إلى مكة، ولكنه تأدبا على ربه لم يقترح ما ليس له، فكان بس يطلع كده يبص السماء، يبص منتظر الفرج. فربنا سبحانه وتعالى لما رأى منه ذلك قال قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها، قبلة ترضاها. عشان كده السيدة عائشة كانت تقول النبي صلى الله عليه وسلم والله يا رسول الله ما أرى إلا أن ربك يسارع في هواك. بل في الملمات، في الملمات في أصعب لحظات الرسالة، من أقصى لحظات الرسالة لحظات غزوة بدر، بيحكي لنا سيدنا علي يقول أمطرت السماء طشا فما منا إلا وقد استتر بدرعه أو بستره أو بدرقته أو ببيته أو بخيمته إلا رسول الله واقف تحت شجرة يرفع يده إلى السماء، يرفعها 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 حتى سقط رداءه من على كتفه. وجاءه أبو بكر الصديق واحتضنه وقال له يا رسول الله بعض شكاياتك ربك فإن الله منجز لك ما وعدك. بيشتكي ربنا، بيبوح لربنا، كل واحد له حاجة عند ربنا. أحد السلف كان إذا أصبح يقول يا رب إن الناس قد أصبحوا وانتشروا لحوائجهم وإن لي عندك حاجة، الله وإن حاجتي عندك اللهم أن تغفر لي، اللهم فاغفر لي، أنا حاجتي عندك أن تغفر لي، اللهم فاغفر لي. ومن غير ما حد يعرف بينك وبين ربنا، بينك وبين ربنا، زي ما ربنا سبحانه وتعالى قال عن سيدنا إبراهيم إن إبراهيم لحليم أواه، أواه منيب، كثير التأوه، كثير التأوه. قال إبراهيم ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن. بينك وبين ربنا صن حاجتك عن أعين الناس، أنت مالكش غير ربنا، مهما شرقت ومهما غربت ليس لك إلا الله. لما أكل سيدنا آدم من الشجرة وبدت له سوءته ظل يجري في الجنة، وكان آدم رجل طوال وله شعر طوال فعلق شعره بأصل نخلة فتوقف، فناداه الله عز وجل من فوقه قال له يا آدم يا آدم أمني تفر؟ قال لا يا رب ولكن حياء منك، حياء منك، أنا مكسوف منك، مالكش غير ربنا، هتفضل تروح وتلف وتيجي ليس لك إلا الله. إذا سألتم الله فاسألوه في الفردوس الأعلى فإن الله لا يعجزه شيء فليعظم أحدكم الرغبة وليعظم الرهبة. جي واحد ملحد لسيدنا جعفر بن الصادق فقال له ما الدليل على الله ولا تذكر لي العرض والعلم والوجه والجوهر؟ فقال له هل ركبت البحر؟ قال نعم. قال له هل عصفت بكم الريح حتى تكسرت سفينتكم؟ قال نعم. قال هل انقطع رجاؤك في الملاحين؟ قال نعم. قال هل سمى أحد من الناس ينجيك؟ قال نعم. قال هنا فسمى الله. في النقطة دي بس مالكش غير ربنا. لما جاء عمران بن حسين إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله، قال له النبي صلى الله عليه وسلم يا عمران كم إلها تعبد؟ فقال سبعة يا رسول الله. قال كيف سبعة؟ قال ستة في الأرض وواحد في السماء. فقال من لرغبتك ورهبتك، لرغبتك ورهبتك؟ قال الذي في السماء. قال فدع الذين في الأرض واعبد الذي في السماء. واسأل أولياء الله هل الله عز وجل خذلهم؟ هل قطع حاجتهم؟ هل الله عز وجل لم يغثهم؟ ده ربنا سبحانه وتعالى ممكن يغير جغرافية وتاريخ الكون عشان عبد واحد بس. فدعا ربه أني مغلوب فانتصر، ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر، وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر، وحملناه على ذات ألواح ودسر. طب إزاي لو أنت عبد صالح؟ بح إلى الله عز وجل وأنزل شكايته إليك، اشكه همك وقل اللهم أقل عسرتي وارحم عبرتي ولا تفضحني بالذي كان مني، أنت غياث المستغيثين وقرة المحبين وحبيب الزاهدين، أنت مستغاثي ومنقطعي، أجب لهفتي، أنت معازي وملاذي. ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب. أسأل الله عز وجل أن يهدينا وإياكم إلى سواء السبيل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. يا سائلي عما بقى
قلبي من هوى هل ذقت طعام الشوق أو طعم الحنين إن الفؤاد